السلام عليكم ورحمة الله. منتصف النهار، نشرة الأخبار من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الجمعية الوطنية الموريتانية تصادق خلال جلسة علنية عقدتها على 5 مشاريع قوانين تتعلق بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 20,500 تلميذ شاركوا في إعادة امتحان مادة الفيزياء الخاص بشهادة البكالوريا علوم طبيعية. أئمة وشيوخ محاضر بنواكشوط يطالبون بإرجاع برنامج إفطار الصائم، وأساتذة ومعلمون يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم أمس على 5 مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها ببروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني باتفاق إطار يخص نظام الأفضليات بين الدول الأعضاء في المنظمة، ويتعلق المشروع الثالث بالمصادقة على النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني، ويخص المشروع الرابع اتفاقية حول نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. أما المشروع الخامس فيخص ميثاق المنظمة المعتمد في قمة داكار 2008. بدأت في موريتانيا يوم أمس امتحانات مادة الفيزياء شهادة البكالوريا شعبة العلوم الطبيعية التي سربت قبل أيام وحدد لها يوم أمس كموعد لإعادتها. شارك في الامتحان 20,500 مترشح موزعين على 70 مركزا. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية قد قال في أحدث تصريح أدلى به قبل أيام إن التحقيقات التي قيم بها مكنت من معرفة مصدر تسريب المادة. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. بعد تسرب مادة الفيزياء لشعبة العلوم الطبيعية في امتحان شهادة البكالوريا في موريتانيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي هزت الرأي العام الوطني، قررت الحكومة الموريتانية بعدها بأيام قليلة إعادة امتحان المادة التي اعتقل على خلفية تسريبها مفتش في وزارة التهذيب الوطني، لتبدأ اليوم على عموم التراب الموريتاني إعادة امتحان مادة الفيزياء والتي قال بعض الطلاب المشاركين فيها إن بعض أسئلتها كانت هي نفس الأسئلة التي طرحت في الدورة الأولى من الامتحان. ما ادري كان زين برسك جانا نبي جانا الماده الاولى اللي عملنا شنو شان الكتريك وهاي ليديكسيون جا لا ميم شوز الحمد لله وما كان واه الحمد لله كان زين لا تو اكزرسيس كات وشانج في شويتو. تسريبات قال بعض اهالي الطلاب المشاركين في امتحان الفيزياء انها ستنعكس سلبا على نفسيه ابنائهم، مطالبين الجهات المعنيه بوضع حد لمثل هذه الافعال. لا ينعكس فعلا على التلاميذ، من قد التصحيح نبغوا تصحيح عادل وزين وشفاف، ونبغوا ملي المصلحه للجمهور تعدل له تحقيق واضح والله يستقالوا اللي قلنا عنهم غالبين. وتعتبر هذه المرة الثانية التي تشهد فيها موريتانيا إعادة لامتحان البكالوريا، وإن كانت الإعادة هذه السنة إعادة جزئية لامتحان شهادة طالما كانت تقف عقبة في وجه التلاميذ الذين يأملون أن يكملوا دراستهم الجامعية. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى حول صون التراث الثقافي غير المادي، وقالت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هند بنت عينينا إن موريتانيا تمتلك تراثا ثقافيا غنيا، مضيفة أن الحكومة تولي أولوية لضبط وحماية التراث الثقافي ضمانا لحماية الهوية الثقافية الجامعة للبلد. تمتلك بلادنا تراثا غنيا ومتنوعا متكاملا ومتجانسا يعبر عما وصل إليه أجدادنا من رقي حضاري ساهم عبر التاريخ ولمرات متكررة في مسيرة الحضارة البشرية. وقد وضعت الحكومة الموريتانية اليوم ضمن أولوياتها
العمل على ضبط وحماية وتثمين جميع مكونات هذا التراث الثقافي ضماناً لصيانة هويتنا الثقافية الجامعة وسبيلاً إلى دمج الثقافة والعمل الثقافي في عملية التنمية الوطنية. أيها الجمع الكريم، يخصص البرنامج الوطني للتنمية الثقافية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً حيزاً هاماً للتراث الثقافي بما في ذلك الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لتطويره والبنية التحتية الضرورية له والطاقات البشرية المتخصصة. احتج أمام الوزارة الأولى في نواكشوط عدد من الأئمة وشيوخ المحاضر مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء برنامج إفطار الصائم، وقال المحتجون إن إلغاء البرنامج يعتبر تجاوزاً في حقهم، وإنهم كانوا ينتظرون بدل توقيف البرنامج العمل على تطويره. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. يبدو أن قرار وزير الشؤون الإسلامية أحمد والله داود القاضي بإيقاف برنامج إفطار الصائم يبدو أنه لم يرق لبعض الأئمة ولا حتى لشيخات المحاضر أو الكتاتيب القرآنية الذين عبروا عن امتعاضهم من هذه الخطوة التي اعتبروها قطعا للأرزاق وتراجعا عن إحسان كانوا يستفيدون منه في هذا الشهر الكريم. يجب أن نعرف كلنا، نطلب من الحكومة وجميع السلطات المعنية بأن تقوم بمراجعة هذا البرنامج وتساعدنا في إبلاغ المكان الذي يجب أن يبلغه ويعطونا ما نستحقه فقط، وإلا لا نطالب إلا بأن يراجعوا هذا البرنامج، يعطونا إفطار الصائم ويقسموا في جميع الأئمة وشيوخ المحاضر. لا تبدو قسمات وجوه الأئمة المحتشدين في هذا اليوم الرمضاني القائض مرتاحة للقرار الوزاري الذي قطع ما اعتادوا عليه من مؤونة خلال الشهر الكريم. ونلفت انتباهها كذلك على أن هذه الشريحة النسائية ليست مثل أئمة المساجد الذين يمارسون نشاطات متعددة ويتقاطعون الرواتب ويشاركون في البعثات والندوات، فهن سجينات في محاضرهن لأن عملهن وطبيعتهن تقتضي ذلك. فنطلب من الدولة بعد الشكر والتقدير على أن لا تقطع ما قد كانت شاهدة به من الإفطار وإعانة المحاضر من قبل. وترى الوزارة أن الغلاف المالي لهذا البرنامج أضيف إلى بعض المشاريع الأخرى التي قد تعود بالنفع أكثر على البلد من إفطار الصائم الذي يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح حسب الوزارة الوصية، عكس ما يراه أئمة وشيوخ المحاضر. من ناحية أخرى، احتج عدد من الأساتذة والمعلمين المتعاقدين أمام مبنى الوزارة الأولى بنواكشوط مطالبين بدفع رواتبهم التي قالوا إنها متأخرة منذ أشهر، ودعا المحتجون الرئيس الموريتاني محمد والعبد العزيز إلى تنفيذ التعهد الذي التزم بتحقيقه بخصوص تحسين وضعيتهم والنهوض بها. وهذا التعاقد معروف أنه فيه اختلالات كبيرة، ولكن بعد جولات رئيس الجمهورية في البلاد اطلع على أن ما يسمى بالمتعاقدين سواء من الأساتذة والمعلمين عنهم الذين فعلا في الميدان ويتحملون المشاق والمتاعب ويوجدون في المناطق النائية والوعرة ويكابدون شرف العيش والمعيشة، ولكن كل ذلك يهون من أجل الوطن لأن الوطن يستحق كل شيء. المطلوب هو أن نلفت انتباه القنوات الرسمية على أن وضعيتنا ما زالت هي وضعيتنا المزرية كما عودونا عليها وربونا عليها منذ سنوات ثلاث. الرواتب تتأخر، لا علاوات، لا اهتمام، لا أي شيء، وكل الأمل الذي الآن نتمسك به هو تعهد رئيس الجمهورية بتصحيح وضعيتنا، ولكن هذا التعهد على الأقل نريد تحويله إلى أرض الواقع. رياضيا في هذه النشرة، فاز منتخب المرابطون للمحليين على منتخب سيراليون بهدفين مقابل واحد في مباراة أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة نواكشوط، وتدخل ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات المحلية التي تستضيفها رواندا العام المقبل.
هدف منتخب المرابطون الأول سجله المدافع علي عبيد في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول عن طريق ضربة حرة، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب تقي الله الدنة عن طريق ضربة جزاء. نتابع. المنتخب الموريتاني وضمن الأدوار الإقصائية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين يخوض ثاني لقاء له تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي كورنتان مارتينز، ويستضيف منتخب سيراليون على أرضه وأمام جماهيره. المرابطون افتتحوا التسجيل في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق ضربة حرة مباشرة نفذها المدافع علي عبيد، وكأنها رصاصة رحمة أصابت السيراليونيين وقضت على آمالهم، وكانت كافية لإرباك مدربهم الذي بدا متحمسا طيلة المباراة. واصل بعد ذلك منتخب المرابطون رغم شحونة لاعب منتخب السيراليون أداءهم مكتفيا في نفس الوقت بهدف علي عبيد وهجمات تم بناؤها لكن دون جدوى، إلا أن اللحظات الأخيرة من الشوط الأول حصل فيها المرابطون على ضربة جزاء نفذها وسط ميدان المنتخب الوطني تقي الله الدنة، مختتما بذلك الشوط الأول بنتيجة هدفين دون رد لصالح المرابطون. في الشوط الثاني من عمر المباراة بادر مدرب منتخب سيراليون بتغيير لعله يغير من أداء فريقه، إلا أن معاناة الأخير تواصلت ولم تحمل التغييرات أي جديد. ولأن الشوط الثاني شوط المدربين قام مدرب المرابطون بأول تغيير في اللقاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ودخل اللاعب يعقوب دنا مكان تقي الله الدنا صاحب الهدف الثاني في المباراة، ليواصل بذلك زملاء بيجيلي بناء رحلاتهم الهجومية في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء من أجل تسجيل هدف ثالث في المباراة يزيد من معاناة السيراليونيين، إلا أن كتيبة المنتخب السيراليوني كانت هي الأخرى تصبو للتهديف والخروج على الأقل، وفعلا تحققت أمنية السيراليونيين وسجلوا هدفا قاتلا في الدقيقة 87 من عمر اللقاء ليلازم بذلك شبح الدقائق الأخيرة منتخب المرابطون، لينتظر الفريقان مباراة الإياب التي ستجرى يوم السبت القادم في نفس التوقيت والمكان. نظم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة في موريتانيا بالتعاون مع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير دورة تكوين حول إدارة غرفة الأخبار. الدورة التكوينية يشارك فيها ممثلون عن مختلف وسائل الإعلام الخاصة في موريتانيا، ويتولى إدارتها المدرب الإعلامي الموريتاني محمد بابا والأشفق. هذه الدورة اليوم تنظم بالتعاون بين اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية في موريتانيا ومركز الجزيرة للتدريب الإعلامي والتطوير حول مهارات إدارة غرفة الأخبار، وهو موضوع في غاية الأهمية، موضوع مستحدث عالميا مع خصوصا في العالم العربي مع وجود أو ابتكار قنوات إخبارية عربية. سنحاول خلال 5 أيام أن يستفيد الصحفيون المشاركون من تجربة قناة الجزيرة في هذا المجال ومركز الجزيرة أيضا عبر مدرب متمكن وزميل العميد محمد بابا والاتحاد. نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إفطارا في مقر حزبه بمقاطعة دار النعيم في العاصمة نواكشوط. الإفطار شارك فيه العشرات من قادة ومنتسبي ومناضلي الحزب، وكان رئيس الحزب سيدي محمد المحم قد قال في تصريح سابق إن الإفطار سيستمر طيلة الشهر الكريم، ويتوقع أن يستفيد منه 24,000 صائم بمختلف مقاطعات نواكشوط. من ناحية أخرى، نظمت مبادرة أفطوط لتحفيظ القرآن الكريم إفطارا استفاد منه عشرات طلاب المحاضر الوافدين من بلدان الجوار الإفريقي وبعض القاطنين بالأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط.
بذلكم مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الجمعية الوطنية الموريتانية تصادق خلال جلسة علنية عقدتها على 5 مشاريع قوانين تتعلق بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 20,500 تلميذ شاركوا في إعادة امتحان مادة الفيزياء الخاص بشهادة البكالوريا علوم طبيعية. أئمة وشيوخ محاضر بنواكشوط طالبون بإرجاع برنامج إفطار الصائم، وأساتذة ومعلمون يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان.